تبلع عادي، المهم تيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. الفيديو اللي فات بإذن الله ومشيته عملنا احنا تصريح مخابرات وتصريح حواد سيء، ورحنا بصينا على أماكن الصيد في بركة غليوق أو في آخر مصب النيل فرع رشيد. فاحنا بمشيت الله النهاردة طالعين برضو ايه، هنصطاد بقى النهاردة ان شاء الله يعني. ولكن النهاردة يعني بصراحة البحر عالي شوية وفي برضو شوية ريح، بس احنا متعشمين في الله خير، وطبعا كرحالة لازم نطلع الرحلة بتاعتنا. فاحنا دلوقتي ان شاء الله رايحين على المعدية، هناخد الطعوم بتاعتنا ان شاء الله، هيبقى دود نار واسماعيلاوي وجمبري حي. طبعا معانا الرحال الصغير الاستاذ يحيى، كنا متفقين معاه ان ايه لو صحى لوحده هيجي معايا الرحله دي، لو ما صحاش يبقى خلاص. فهو صحى لوحده وصمم يجي معايا الرحله دي. معايا طبعا اخويا وصاحبي محمد فايت. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل يا حمام. ومعايا برضو اخويا ابو مريم محمد خايب. صباح الفل. اللي بيصورنا طبعا المستر ابن خالي وخال عيالي امير الخوالقه، هنطلعوه دلوقتي ان شاء الله معانا. طبعا احنا كده رايحين يا جماعه على كوبري المعديه اهو، زي ما انتم شايفين باذن الله داخلين على محل فارس للطعوم. الراجل ده محترم واحنا ما بنزكيش على الله حد، احنا كل ما في الفكره ان لما بنشوف حد محترم بنذكره اسمه وبندخلوه معانا في جمله مفيده، غير كده ما بنتصدروش لحد يعني. هنوري لكم ان شاء الله الطعوم شكلها ايه، خليكم معانا لحظه. ما ده المعدية. بص يا جماعة، بالنسبة للعدة المستخدمة بتاعتنا طبعا عشان ما ننساش، احنا كنا شغالين بعيدان 4.5، 3.5 ينفع في المكان ده و3 ينفع، كان خيطنا 40. بالنسبة للصنانير غيرنا صنانير كتير بصراحة، اشتغلنا ب8 كفتة، اشتغلنا ب6 كرش، اشتغلنا ب2 عالي. الرصاص كان تقيل يعني 80 جرام، دي اهم حاجة طبعا. وانت هناك في المكان بتأقلم نفسك على الايه، على الوضع. طبعا انا اول ما جربت من اليد اللي هو بتاع البحر زي ما انتم شايفين كده، ما كانش معانا طبعا الجمبري الحي، فما كانش هينفع الصيد في البحر المكان اللي احنا فيه ده. جنب ده كده بحر يا جماعه، لما نيجي كده من على ايد الشمال كده مثلا او ناحيه الغرب كده، ده اليد بتاع النيل. الجماعه طبعا هنا ما معهمش تصريح، فلفهم من ورا، من ايه، من دخلهم من على النيل. فانا لما فشلت معايا البحر رحت لهم، كان ده اول استفتاح لينا، كناش خدنا سمكه كده ولا سمكه بعد ساعه ولا ساعتين. ده انا استبشر بالخير بقى. نقطة دي نقطة اول استفتاح يا جماعه. الله
بدأنا نستفتح بس ايه كل شوية كده سمكة ما كانش شغالة يعني. فكان في ناس جنب مننا على البركة شفناهم ايه بياكلوا سمك، فمن حرفة الصياد ان هو يسأل الدنيا فيها ايه اللي بيحصل. تمام، فكان في شباب جنب مننا على البركة يعني كنا شايفينهم بياكلوا سمك، رحنا سألناهم قلنا لهم الدنيا فيها ايه يا جماعة، فهمونا قالوا لنا ان المرمى ايه، المرمى بتبقى ايه قدام منك ب10 متر كده ولا حاجة، ما تشوحش يعني. بدأنا نشتغلهم والحمد لله ربنا كرمنا احلى كرم والله الحمد لله. على البركة دورنا بقى خلاص، فهمنا السكة، دورنا بقى على البركة ولمينا برضو ايه الدنيا بقى بتاعتنا، فهمنا برضو اكتر من الرحلة الاستكشافية اللي احنا ايه كنا فيها اول مرة. ده كان اول بقى يعتبر اول استفتاح ليا تقريبا، بس على البركة بقى بعد كده ايه دورت يعني. فيديو حلو ان شاء الله، خليكم معانا. استنى هنجيب لك كمان كده. يعني مش وحشة والله لحد ما ده واكل على الجمبري الاه، والله كريم ان شاء الله يومنا حلو. خليكم معانا. ايوه مستر، احلى استفتاح اهو بالصلاة على النبي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا يا جماعة زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت بإذن الله دي اخر نقطة فرع رشيد، اخر نقطة للنيل فرع رشيد. تمام، زي ما انتم شايفين اهو كده ايه اخرنا كده البحر، زي ما انتم شايفين الجنب اللي هو اليمين ده اللي عنده المركب الخضراء ده جنب رشيد، والجنب اللي احنا فيه ده تبع محافظه كفر الشيخ. طبعا احنا كنا المفروض ان احنا هنشتغل النهارده بجمبري حي، بس ايه طالعين من نوه ما لقيناش ايه تقريبا كده، مفيش غير احنا بس والناس اللي هناك ديت على البركه برضو ايه بسم الله ما شاء الله، ربنا بيكرمهم بياخدوا برضه نقط كده، والسياسه اللي احنا بناخده ده واحده الحجم اللي مع المستر دي، واحده اقل منها، واحده ازيد كده يعني. الله كريم ان شاء الله، تحياتي لحضراتكم وخليكم معانا. طلعت منك طبعا. فهمنا بعد كده ان بيبقى في مرمى معين بتنزل عليه تاخد وش الريح بطريقه معينه بريح معينه، المرمى ده بيبقى هو اللي فيه السمك. واول ما فهمنا على البركه يعني ما شاء الله انتشرنا يعني بسم الله ما شاء الله، والسمكه خشنت في ايدينا وبدانا نصطاد بقى صيد كويس كده ونتمتع بالصيد يعني. يقول لك ولعت السمك، ولعت سمكة يا صلي يا ابن خالي صلي.
عليه الصلاة والسلام. والله منوعات رحالة هتروقكم يا رجالة. يلا نخلي بيتعامل اهو يا كريم يا رب. صلاة النبي يا مستر، صلاة النبي يا مستر. ايوه يا مستر، سمكة حلوة مش وحشة يا جماعة. الله الله كريم يا ابن خالي. مين ابن خالي هيرمي رمية من اولها يا جماعة؟ يلا توكل على الله. طبعا احنا نعتبره برضو في نو، بس ايه بدأ المراكب تسرح اهي. يعني النهاردة ان شاء الله بالليل عدد هنية للناس اللي هي تقدر تقعدنا بالليل. يا كريم يا رب. صلاة النبي عليك يا مستر، صلاة النبي عليك يا مستر. حلاوتك يا مستر وحلاوة السياسي والنقط بتاعك. الله كريم يا مستر. صلاة النبي، صلاة النبي على البركة ما شاء الله. الله ينور يا ابو يحيى. عليك يا مستر. والله يا جماعة نوم السمك اللي بيجي أكتر من السمك اللي بيجي. السمك بيوع ياما. الحمد لله اللي جاي احسن. هو الموبايل ماشي. طب يلا انا معايا سمكه. واحد مرضى الله. الاخ محمد سعيد ده هو اللي فهمنا الدنيا كلها ازاي بصراحه، لان برضو الغريب اعمى حتى لو طبعا يا جماعه ده هو اللي فهمنا الدنيا ازاي. اسم حضرتك ايه بقى؟ تريكات يا جماعه في الصيد زي الادوار كده بتاعت الغل. جينا لقيناهم ما شاء الله بيصطادوا وهم اللي معرفين الاماكن. هو بيصطاد على النبي اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. طبعا طبعا اهل المنطقه واهل الخبره. هو جاء عرفنا شويه حاجات كده ان شاء الله نعملها وربنا ييسر لنا ان شاء الله. الله ينور. الشمس صغير يحيى بقى كان فرحان بابوه خاله وعمال يغيظ مين سمك محمد خيري كل ما طلعوا سمكه اهو اهو. الله ينور. وهنا الله ينور. بتقول ايه يا يحيى؟ بتقول يا يحيى والله. يلا خير. ابو نور هو بيرمي وبيلم البوكس داخل عسل. يوم جميل اهو يا جماعه. قاعدين قاعدة جميلة هي.
ايوه واو يجيبه يحيى بتحب عامل لنا مسابقة صلاة النبي يا جماعة على البركة على الخير يا ماما تقريبا صلى على النبي يا ابو مريم الله ينور سامحك يا جماعة الفيديو اللي فات كان استكشاف ان الفيديو دي سامح ان شاء الله ده جاب اتنين يا يحيى ده اتنين مرة واحدة ان شاء الله بسم الله ما شاء الله اخواتنا لنهاية رحلتنا بإذن الله كانت رحلة جميلة والله شمينا فيها هوا كويس وفضينا برضو الحمد لله رب العالمين يعني. طبعا احنا جايين النهاردة وعارفين ان احنا في نوح وبفضل الله يعني وما كناش متخيلين ان احنا ربنا الحمد لله هيكرمنا يعني وهناخد سمك بإذن الله ماشيين فالحمد لله فضينا يعني خدنا سمكتين حلوين على كده يعني على البركه ده رزقنا اهو بفضل الله اللهم بارك الحمد لله على اي حال يعني ان شاء الله طبعا في العدل هنعمله فيديوهات اقوى من كده طبعا احنا خلصنا طبعا الدود اللي معانا اشتغلنا بالبرغوت كلب اشتغلنا بالعقر كلب ولكن احنا كنا شغالين دي كده عشان ما معناش دود المكان ده يا جماعه زي ما قلنا دي اخر نقطه في مصب النيل عشان الفيديو اللي فات كان الهوا الناس زعلانه منه وبتاع دي اخر نقطة في مصب النيل النيل اخره هنا بيصب في البحر زي ما انتم شايفين كده احنا الجنب ده جنب كفر الشيخ الجنب التاني جنب رشيد طبعا دي نهاية الفيديو ان شاء الله اتمنى ان احنا نكون اسعدناكم معانا السلام عليكم ورحمة الله